أعلن رئيس نادي الهاويلي وفاق سطيف كمال لافي عن استقالته رسميا من منصبه. وأكد لافي في اتصال هاتفي مع قناة الوطنية أن سبب استقالته يعود بالدرجة الأولى إلى الأوضاع الصعبة التي يعيشها الفريق في الفترة الحالية من الناحية المالية. ومن جهة أخرى، رئيس مجلس الإدارة نادي عبد الحكيم سرار ندوة صحفية ناقش فيها وأوضح العديد من الأمور المتعلقة بالفريق. هي ما كان حتى اسباب يعني تاع الاستقاله في طول بيرو يعني الاعضاء المكتب نتاعي للنادي الهاوي اللي قرروا بها نستقيل. والاسباب هي تمويل، وحنا عامين احنا في الكورونا احنا نسوبري و شريكه ولا النادي الهاوي سمينا نجيب ربي شريكه تمويل سبونسور ما كانش ونسوفرينا ونسلط وين إنسان ما فيهاش عيب كيقول ما قدرتش العيب كيف مش قادر يكمل. هذه الأسباب فيه. لا ما تفهمنا، وهذا شوف التأثير هي شوف القانون كان شركة عندها قانوني شهرين تسير النادي. نعم أنا ما قدمتش الاستقالة حتى مشيت ليكيب أون ستاج لاغو نتي ثاني أون ريتار كنت مكي مشيت ليكيب أون ستاج بما نبركي لبيوش ليكيب قدمت الاستقالة نتاعي. وشركة قانونية عندها شهرين باش تسير النادي لو طون دو بريباري اون اسامبلي جينيرال تاع النادي الهاوي وعينو رئيس جديد.